بسم الله حكفي، نعمل له واجهة رسومية بسيطة. أول شيء عملت import ل GI، رجع صرحت أني بدي أستخدم الإصدار الثالث من المكتبة الرسومية JTK، رجع عملت import للمكتبة JTK. هون عملت كلاس سميته main window بيورث GTK window، هو كلاس يعني نفس البرنامج الرئيسية. هون عملت object من المين ويندو وربطتها ب event delete، يعني بمعنى بس شغل انا الويندو. delete event هي بس equals x، انا على نسكر يعني اظهر من النافذة، اللي حيصير انه حتظهر النافذة يعني حتتدمر، كمان البرنامج حيوقف. اللي هي main quit، main quit عملها عكس يعني انهاء دورة حياة البرنامج اللي بتبلش هون من جي تي كي مان. هون طلبت من الويندو تظهر حالة، تظهر كل شيء بداخلها. ولا اول شيء انا بدي اعمله، بدي اعمل اول شيء بوكس لاي اوت، بترتب العناصر عمودية يعني من فوق لتحت، سميها مثلا شو مكان. بوكس كمان هذا كلاس موجود بالمكتبة JTK. وبطلب من الويندو تضيف المين بوكس. الويندو بالJTK ما بتساعد لعنصر واحد، فنحن مضطرين نضيف عليها عنصر واحد بيقدر يساعد أكثر من عنصر، اللي هو اللاي اوت. ممكن بالبوكس ممكن في كتير أشياء من اللاي اوت من الأنواع، بس أنا راح أستخدم أنا البوكس. طيب إذا شغلنا هلا البرنامج، ملاحظ انه هو اللاي اوت يعني شيء منه ما بيظهر، هو بس شيء للترتيب، بس هو ما بيظهر نحن ما بنشوفه. طيب اول شيء بدي اضيف كمان بوكس بس افقيا، لحط يعني رتب فيها افقيا هيك، رتب فيها بحط اول شيء هون ليبل يعني نص مثلا لينك مثلا بسميه، وحط دول انتري يعني كمان هيك مثل مكان ندخل نقدر نحط فيه بقلبه اللينك، مثلا نسميها لينك ماتش بوكس. طيب ونضيفها على المين بوكس. هم خليها فولس صفر. طيب هلا بضيف اول شيء النيبل، نسميه مثلا لينك كمان كلاس اسمه نيرو. بحط النص اللي بدي اياه، مثلا هيك مثلا شو ما كان، نحط اللي بناسبنا. وهلا بضيف الليبل للبوكس المخصص هذا هيك ستات. إذا شغلنا هلا نلاحظ بقيت بنضيف هذا الانتري
تمام، ناخد هاي الهكسانة. بدنا اياه نحن هلا، بس نخلي انه بس نفتح نوسع الويندو يعني نكبرها، هذا الانتري يتوسع معها، نحطها بدل فولس هون شوف. طيب بدنا بس نظبط الشكل شوي، نبعد من هون ولا من هون. فينا نعمل أول شيء هيدي البوكس، نحط السبيسينج بنحطها 10، نظبط الشكل شوي يعني يصير في شوية فراغ بين العناصر اللي هو تقريبا 10 بكسل، والبوكس الأساسي المين بوكس كمان بنعملها شوي عن الحواف لأنه هيك الشكل مش كتير ظابط. أجرب أنا الصراحة ممكن هيك صوت مهرج أرجع هذا ما في هيك شو على المرجع. نروح على الكلاس الأساسي، الرسوم من كل الكلاسات تورث منه اللي هو الوجه. نروح على المثل، هذا هو الموقع، هذا في مرجع للمكتب جي تي كي، وده كتير من البرمجيات تستخدم عادة تحت مشاريع جي تي كي وجنوم وأصدقائهم أو نوم. عملنا سيرش مرجع. طيب properties الـ Properties فيها نوصلها عن هالطريقة. طيب نلاحظ صار الشكل هيك شوي مقبول أكثر. فينا بعد نحط شيء اسمه Place Holder هون، يعني هيك مثل نص هيك شفاف، يعني بيرشد المستخدم إنه شو المطلوب ندخل هون. كمان بنروح على ال entry، بنروح على method في شيء اسمه placeholder. مسج بس نتأكد كيف تنكتب. طيب هي في get وفي set، على ال entry بدل ال get نحط set placeholder text مثلا انتر فيديو لينك مثلا اطلق. طيب هلا بما انه لانه معمول فوكس على لحظة كيف بس كبرنا الفلسة، بس لانه معمول فوكس على على العنصر الرسومي فبتروح هي اجباري بس نكبس عليه. طيب هلا بدنا نضيف البوتن تحت، او نضيف ليطلع شكله اجمل شوي، بنضيف هيدر بار او الهيدر بار اللي هو اللي فوق من هون، نضيف واحد مخصص بالجي تي كي، فينا نضيفه ونحط مثلا ازرار هون، مثلا هون بلاي نحط اذا بدنا صورة او اسم او تكست يعني نص، وفينا نحطها شو ما كان. طيب اذا عملنا طيب اول شيء بدي اقول لكم شغله، انه انا ما فيني احفظ، يعني مستحيل اقدر واحد يقدر يحفظ كل الوثائق الى اي مكتب، فعلى طول لازم يكون المرجع قدامه. هذا الموقع مرجع خاص ب بايثون بلغه البرمجه بايثون. رحت انا على هنا، اول شيء نروح على الويندو نشوف كيف ندخل الهيدر عليه. نسيرش على الهيدر. طيب نلاحظ ست تايتل بار
تاخد هيدر، هيدر بار الويندو يعني يعني سيلف هي الويندو هيدي. إذا شغلناها لحظة نبطل في إكس وهون بدنا نضيفهم هلا. إذا رحنا رجعنا هلا رحنا على الميثود شايفين الميثود بدنا نستعمل هلا طيب نحن بنستخدم بس البروبرتيز اللي هي شو كلوز بطل ترو لاحظ انها بتقعد يا فولس يا ترو ديفولت فولس يعني ما طيب مش الحال طيب نضيف على اول شيء هون بطن تاخد شكل في البلاي البلاي او صورة فين نحط صورة بدنا بس انا استخدم صورة موجودة بتكون بقلب السيمز الايقونات اللي تجي الستاندر بتجي بالسيستم نحطها هون بلاي هون حد ستوب هلا في برنامج اللي هذا هو فين نزله عن طريق فلات باك في كتير برامج بتعرض لك الايقونات الستاندر اسم البرنامج موجود اسمه ايكون هذا هو فينا ننزله من هون في كذا برنامج بتلاحظ في هذا كمان هذا غير هنيك للتصميم على كل حال انا عم بستخدم هيدا بدي انزل انا على الايقونات بتيجي مع السيستم يعني ستاندر في مثلا هيدي كبسة ستوب بدي اياها انا بضيف نعمل كوبي للنيم او بحفظها هون انا بجي عم بستخدم بدي بعد كبسة البلاي من هيدي هي كمان نعمل كوبي كمان بحفظها اول شي بدي اعمل بوتن سميها ستارت بوتن بدي ندخل بقلب صورة نروح بس على البطن شوف فينا نداخل بسرعة وانا بتذكر في ميثود هيك يعني بعطيها الاسم هي from icon name فهون هذا بنلاحظ كلاس ميثود يعني بدنا نستخدم ندور على الكاس مش على الاوبجكت نضيف عليها the play start بالاحرى طيب بدي اعمل مثلها هي بذاتها بس ستوب سميها ستوب او كانسل او شو مكان نحط بقلبها ستوب شكل ستوب يعني طيب هلا بدي اضيف هون على الهيدر بار نضيفه عن طريق بتذكر عن شيء اسمه باك ستارت او شيء هيك يا باك ستارت و باك انت طيب الباك ستارت اوكي ونضيف كمان ستوب بس شغلناها هلا اوكي هيدي المثل بتاخد اثنين انا ما انتبهت سايز طيب السايز بتاخد سايز
فين نختار من هون؟ فين نحط الرقم؟ فين نحط الاسم مباشر؟ نجرب هاي الآن. وفين نحط رقم يعني هيك؟ لأنه رقم 2. في نحط 2 بكل بساطة هاي، وفي نحط هيك. على كل إذا شغلت أنا هلا ملاحظ هي بلاي هو الستوب، بس الأزبط أنا برأيي يعني خليها باسمي حتى نعرف شو المقصود، عشان لما نضطر إذا نقرأ الكود بعدين يبقى نرجع عن الوثائق ونشوف هذا شو المقصود برقم 2.